Hi everyone, with you Mushayma Munir. Today let's start with English Zone Primary 2. Okay, today let's start with Unit 7. تعال نشوف مع بعض Unit 7 بتتكون من ايه النهارده. بتتكلم عن favorite food اللي هو الطعام المفضل. عندي حاجة اسمها children's menu. children's menu اللي هي قائمة الأطفال الموجودة في أي محل. عبارة عن ايه هنا عندي؟ عندي burger, hot dog, pizza, spaghetti, chips, soup, salad, milk, lemonade, orange juice. طيب تعالوا تعرف أكتر على الفود، الطعام وأنواعه ايه. احنا قلنا عندنا برجر، طب احنا عارفين الهوت دوغ كلنا بنحبه طبعا وبناكله، في بيتزا، سباكيري، تشابس، سوب، سالاد، فروت سالاد، اورنج جوس، ليمونيد، ميلك، ايس كريم. ده بالنسبة للفود. نيجي بقى للأسماء الناونز. عندنا فيفوريت، ديزرت، منيو، ميل اللي هي الوجبة. عندنا بقى التوبينجز اللي هي الطبقة العلوية اللي بتحط من فوق، ممكن الايس كريمز، ممكن نقول تشيرز، nuts, granola, tomato sauce, cheese. الأحجام بقى عندنا super meal، عندنا jumbo، عندنا regular اللي هي الحجم العادي، وعندنا extra long. يبقى احنا كده تعرفنا على أنواع الفود اللي معانا، كمان تعرفنا على الأحجام والحاجات اللي بتتحط التوبينجز من فوق، وتعرفنا كمان عن المنيو. طيب نيجي بقى للجرامر. أنا عندي verb to like، حاجة اللي أنت بتحبها أو تحب تاكلها. For example لو انا بتكلم في البوزيتيف، عندي I like, we like, you like, they like. لكن he, she, it بنقول likes. He likes, she likes, you like. ده في البوزيتيف. نيجي بقى في النيجاتيف، عايز اقول ما بحبش او هو ما بيحبش. I don't like, we don't like, he, she, it doesn't like. ما انا بقول he, she, it likes، يبقى في النيجاتيف بقول doesn't like. doesn't like. تمام كده؟ يبقى I will, we will, you will, they like. لكن he, she, it likes. في النيجاتيف don't like مع ال we will, you will, they. لكن مع ال he will, she will, it بقول doesn't like، ما بيحبش. كمان عندنا هنا النهاردة how many how much. how many بسأل بيها عن العدد، وهي عادة بتيجي مع ال countable nouns، مع الأسماء التي تعد، زي الأبلز، بانانز، أورنج and so on، الحاجة اللي بقدر أعدها. يعني ممكن أقول how many books do you have، كم كتاب عندك أنت، يعني أنت بتملك عندك كم كتاب. لكن عندي بقى ال uncountable nouns بستخدم لها how much. طيب ال uncountable nouns الأسماء التي لا تعد زي إيه؟ زي ممكن أقول الرز rice، أو أقول soup الشوربة، أو أقول مثلا sugar السكر salt. وممكن أقول مثلا إيه how much sugar do you want or do you have in your tea، كم سكر أنت بتحتاجه في الشاي بتاعك. يبقى عرفنا خلاص ال uncountable and countable nouns. طب في حاجة تمانية كمان عندنا النهاردة، اللي هي comparison، هي مقارنة ما بين الصفات. لما عاوز أقارن واحد أو اتنين ببعض، يعني ممكن أقول أحمد is taller than أيمن، أحمد أطول من أيمن. Elephants are bigger than octopus. معنى كده احنا عندنا في المقارنة ما بين شخصين او شيئين بنحط ال adjective er than. er than. adjective er than. adjective er than. taller than. bigger than. اكبر من. اطول من. يبقى لازم الصفة نحط، عشان مادام انا بقارن ما بين شيئين او شخصين اتنين، حاجتين اتنين، بحط ال adjective er than. احمد is taller than ايمن. أيمن is shorter than أحمد and so on. دي قائمة الـ adjectives، بنحط لها ER، بنستخدمها لها في المقارنات الـ comparative، يعني slow slower، light lighter، old older، young younger، small smaller، new newer، cold colder، hot hotter، big bigger، thin thinner، heavy heavier، happy happier and so on. يبقى احنا عندنا comparison، بقارن شخصين او شيئين بين بعض اتنين بس. يبقى ال adjective بنحط لها er than. adjective er than. adjective er than. نحفظها كده، صفة بنحط في نهايتها er بنحط than. او علي is taller than سامي، علي اطول من سامي. سهى is thinner than أمنية، سهى ارفع من أمنية. يبقى adjective er than. دي exercise على الكمباريزن، يا رب تعرفوا تحلوها، سهلة جدا وبسيطة. ده كان النهاردة يونت 7 English Zone Primary 2. كان معاكم الشيماء منير.
Thanks for watching and see you soon. Bye!